ايه بالظبط اللي هيحصل وايه اللي بيحصل وليه بيحصل ده في ميدان التحرير عشان نفهم اكتر مع حضراتكم. دكتور مصطفى وزيري، امين عام مجلس اعلى للاثار، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ عمرو، ومساء الخير للساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيب. وحضرتك بألف خير يا فندم. الحقيقه احنا حاولنا نعرض مجموعه من الصور لاشهر ميادين العالم وازاي الناس بتحتفي باثارهم في ميادينهم عشان تكون مقصد. خلينا نشرح فلسفه تطوير ميدان التحرير يا فندم. انا عايز اشكر حضرتك مبدئيا على المقدمه الجميله اللي وضحت الرؤيه، انه بس مش ميدان التحرير بل ميادين العالم، وكان المفروض يسبقهم ميدان التحرير وهم يكونوا على نهج ميدان التحرير. يا فندم ده ما عندهمش، مش هقول عشر، ده واحد على مليون من اللي عندنا. القصة بدأت في حاجة اسمها برنامج حكومي. تفضل معالي وزير الآثار الدكتور خالد العناني بشرح برنامج حكومة، وبيقول إن عندنا افتتاحات كذا وتطوير كذا ونقل كذا والأفكار كذا. كويس. كان من ضمن الأفكار إن عندنا المومياوات الملكية اللي موجودة في المتحف المصري في التحرير. سيتم نقلها الى المتحف القومي للحضاره في الفسطاط، وهيتنقل 22 مومياء ملكيه. تمام. اتعرض الموضوع لغايه لما وصل لفخامه الرئيس. فخامه الرئيس استوقف عند الموضوع ده وتبنى الفكره الرائعه، الا وهي لا، ما ينفعش كده، ما ينفعش المومياوات الملكيه تنقل الى المتحف القومي للحضاره مرور الكرام ويطلع بيها خبر بس، ده لازم يتعمل موكب ملكي صحيح على اعلى مستوى باعلى تنظيم يلفت نظر العالم اجمع الى هذا الموكب. ولكن لك ان تتخيل المسار من متحف التحرير، لا يبقى متحف التحرير لازم يتوضب ولازم يدهن من بره ولازم يتعمل له تطوير، لازم ترميم والى اخره. تمام. شركه الصوت والضوء اخبارك ايه؟ لازم تضيء المنطقه دي بالكامل. تعالى وزاره الاسكان، اخبار المباني والعماير المقامه ايه حوالين بس مش ميدان التحرير، ده في الطريق المؤدي من ميدان التحرير او من المتحف المصري في التحرير حتى نصل الى متحف القومي للحضاره في الفسطاط. جميل. مرورا بايه؟ مرورا بالكورنيش، ومرورا بالعماير دي كلها، كل ده بيترم وكل ده بيتشد بيتنفض عنه التراب. كل ده مش كده وبس، منطقه عين الصغيره يا استاذ عمرو، منطقه عين الصغيره انا ارجو ان حضرتك تروح تزورها دلوقتي. الهيئه الهندسيه والقوات المسلحه والكباري اللي بتتعمل، التطوير العماري اللي هي شركه المعادي اللي موجوده هناك، العشوائيات اللي بيتم ازالتها. صحيح. الشركه الكبيره دخلت بشكل غير عادي على عين الحياه وعين الصيره. تمام. والتطوير وتوسعه الشوارع. طيب. جميل. موضوع عين الصيره ده لوحده الحقيقه يحتاج حلقه كامله، ولكن ميدان التحرير فلسفه وضع اربع كباش وفي النص المسله، ويا ريت نجيب الصوره تاني. حضرتك شايف التصور ده ازاي؟ وردك ايه على اللي قالته مثلا دويتش فيلا ان في ضجه في مصر وتوقيعات التماس بعدم نقل الاربع كباش؟ أنا لا يعنيني ما قالته هذه المعلومة، لا تعنيني تماما، إلا يعنيني إن الحمد لله جموع المصريين بعد ما فهموا الدنيا شكلها إزاي، إن المسلة كانت متكسرة ومرمية منذ مئات السنين في منطقة صان الحجر. تم إحضار المسلة كانت مكسرة. حاليا زمايلنا المرممين بيقوموا بعملية ترميم هذه المسلة. ممتاز. وتشيدها في ميدان التحرير، دي واحد. نمرة اثنين، الفكرة الأخرى مع دولة رئيس الوزراء، مع وزير الإسكان وزير الآثار، والحمد لله كلنا كانت الفكرة زي على غرار، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت، على غرار مع ميادين العالم كله. صحيح. يعني يبقى في مسلة وجنبها بعض التماثيل. كويس. كانت الفكرة إن المسلة هي رمز للإله رع، الكبش هو إحدى صور الإله أمون رع. ما احنا عندنا المسلة يا فندم اللي في ميدان الكونكورد في فرنسا مثلا، يعني معقول احنا مصر بلد المسلات ما عندناش مسلة زي كده في الميدان الرئيسي وموجود هناك في باريس؟ ما هو كان شيء برضو غريب بصراحة. فنشكركم الحقيقة على التوجه ده. أنا عجباني وطنيتك ومش عايز أزعلك. والله يا فندم أبدا، أنا بكلم حضرتك، ما احنا كلنا زرنا عواصم كتير وبنحزن لما بنشوف آثارنا عندهم أو بنشوف احنا مش عارفين إزاي نستغل آثارنا، فده الحقيقة شيء محترم يعني. لك ان تتخيل في روما في 13 مسله مصريه، في روما 13 مسله مصريه في العاصمه، 13 مسله مصريه في روما بس، يعني 22 مسله مصريه. مصر لغايه سنه ونص كان عندنا 6 مسلات. مصر جمهوريه مصر، مش بكلمك على مدينه ولا محافظه ولا عاصمه، جمهوريه مصر العربيه كانوا 6 مسلات بس القائمين. أيوة. الحمد لله ابتدينا نصل للرقم، حتى الان نقدر نقول 13 مسله
صحيح. قائمة صحيح. في مصر. طيب الناس يا فندم طيب. اللي بتقول لك طب النهاردة الكباش دي والمسلة ما فيش خطورة، طب ما كان في مسلة محطوطة في مدار رمسيس في وسط الأتوبيسات والميكروباصات، الحفاظ على الآثار بقى يا فندم، حضرتك مطمن على الأربع كباش اللي هيتحطوا، مطمنين على المسلة، مطمنين على الآثار اللي هتتحط عشان القاهرة تبقى متحف مفتوح؟ أطمن حضرتك وأطمن السادة المشاهدين كويس جدا. واحد، اللي هيقوم على عملية النقل دي مما لا شك فيه شركات متخصصة. واحد. اثنين، أعمال الترميم اللي هتتم للكباش قبل نقلها وتقويتها والحفاظ عليها وعمل التاكي والفوم المقوى اللي هيحفظها. ثلاثة، العربيات اللي بتحمي من الزبزبة ومن الملفات وإلى آخره والمطبات، الكلام ده على أعلى مستوى. ممتاز. أربعة، احتشد يوميا بننقل المئات من القطع الأثرية من المخازن ومن المناطق الاثريه المختلفه لمتاحفنا الجديده اللي احنا بنعملها لجذب السياحه. ده الناشونال جيوغرافيك نفسها كانت عامله فيلم عن المتحف المصري الكبير ونقل الاثار ليه على الناشونال جيوغرافيك، حاجه تشرف يعني. كلامك صح. بضع اسابيع هيتم افتتاح متحف الغردقه. بضع شهور هيتم افتتاح متحف شرم الشيخ. صحيح. برضه في نفس الوقت هيتم افتتاح كفر الشيخ، برضه في نفس الوقت هيتم افتتاح قاعتين في متحف الحضاره، برضه في نفس الوقت ده احنا عندنا كم افتتاحات. طبعا اعداء نفسهم شايفين التطور اللي هم مش عايزين ده يا دكتور، هم بس هو مش عايزين ده، مش عايزينك تبقى زي اي بلد في العالم، عايزينك تفضل ورا. هو ده اللي اشكرك، شكرا جزيلا والله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا كل الشكر دكتور مصطفى وزير امين عام مجلس اعلى الاثار لوجود حضرتك معانا.